السلام عليكم ورحمة الله، مثل الأحوال وشرك محبابنا، جاسبر راكم بيان. توجور على الدستور، توجور على الدستور. أنا عندي تساؤلات برك، هذا ما كان. أنا إنسان منطقي، نهضر ونقارن واش راني نشوف. بس كلا واش لاحظت جماعة في لي فيديو تواهم، راني يهضروا بزاف 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 اللي راهم يهضروا في لي فيديو، ما يقارنوش ما يشوفوش الشعب كيف راه عايش. يهضروا برك بالعاطفة، سمع عاطفة دينية ولا عاطفة انتمائية ولا عاطفة عروبية ولا عاطفة أمازيغية اكسترا. فاهمين لكم، فاهمين حنا مزلنا ما خرجناش من هذه العواطف هذه، لأنها عندنا حنايا تعتبر أبستريت، حاجة ما نقدرش نتوشوها ولكن نامنوا بها ولاصقين فيها، ماش مدارينها جون حاجة ملموسة كونكريت هكا. وزيد ما حللناهاش ظالمين وخلاص، سما متفقين عليها 100%، هذيك هي بوان فينال، ما نزيدوش. راكم فاهمين شنو نقصد؟ حنا في الجزائر، حنا بارمي لي سول دول في العالم رانا نطقوا في الاسلام اصاح. السعوديه وين ظهر الاسلام وين ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم ماهمش يطبقوا فيه. درك هما السعوديه في حد ذاتهم راهم ولاو علمانيين، بلا عقل بلا عقل تحت الطابله، راهم علمانيين، راهم يديروا في حوايج نساهم الرجال نتاعهم، ولا يديروا في حوايج كثر من لي فرونسي، كثر من الكور. نجيو نحكوا على العلمانيه في الجزائر، الناس خايفين العلمانيه تجي تقسم تحطم البلاد تواسي البلاد اكسترا اكسترا. قبل ما ندخلوا في الموضوع هذا برك عندي واحد التساؤل، كي جا بوتفليقه ودخل الجزائر راح جبد لنا الزوايا وراح جاب لنا الشعوذه ودخل الشعب في هذيك الامور، الشعب تقبلها، تساير معاها وتقبلها وعجباته كلش، لانه شاف باللي فالها يعرف الحوايج هذه صرات بكري وهكذا وعجباته. ولكن هذيك الحوايج خلات زاد ضعفت الشعب، واللي جيني راسو هذيك اللي طالعه مسكينه وطلعت في هذاك الوقت تعدات بهذاك المرض هذاك تاع الشعوذه والزوي وهذ الحوايج هذو يهلكوا البلاد، والشعب ما قال والو. وزيد دخلهم في دخل الشعب في السرقة وفي الاختلاسات في اكسترا. راكم شايفين واش صرا في الجزائر، ولا الشعب تقريبا 80% من الشعب الجزائري حاشا الاخرين يختلسوا ويسرقوا نورمال. تجي واحد تاع اساس عنده بيجو درنيكري جديدة، تقول منين جاتك خويا تاع اساس برك، يقول لك قفازة قفزنا علمهم القفازة بوتفليقة اكسترا. الشعب ولا يقفز، قالوا القفازة روح اقفز على راحك، واكم على باكم واش معناتها القفازة. بعد يحكي معاه يقول له كيفاه قفازة وكيفاه هكذا وهكذا، يقول له قفازة برك. بعد يسقسيه يقعد يحكي معاه، بعد يقول له شحال راهي الساعة، قرب يذن المغرب، الاخر يقول له ايه قريب، يقول له يلاه نروح نصلوا في رحبة. القفازة ما يشرحلوش في شي القفازة، ولكن في الصلاة يروحوا يصلوا مع بعض، يقولوا واش قرب الصلاة يلا نروح نصلي. واحد مسخير الدين يلعبوا بيه، يحسبوا ربي واكسترا، مانيش عارف انايا لعبة شغل، راني نسرق من بعد راح نصلي قبل لي ولا راح نحج سي بون. راكم فاهمين انا هضرت على الحوايج هذه، وهذه امراض والناس متقبلتها وعايشينها. باسكو نرجعوا للموضوع تاعنا تاع العلمانية اكسترا، انتوما في البلاد برك في البلاد الاسلام ماكش مطبقينه، انتوما راكم اكثر من الكور اكثر من العلمانيين. هنا الكور انا بريفيري نفضل انني نتعامل مع يهودي ولا فرنسي ولا كاوري ماشي ولا امريكاني ولا هكذا، واحد ما يصليش ولكن ما يسرقش، انسان اونيت، انسان يخدم وكلش، ما عندوش هذه القفازه تاع السرقه، عنده القفازه تاع الخدمه، هذا نتعامل معاه. انا ما نتعاملش انا واحد في الجزائر القفازه نتاعو هي السرقه، من بعد يجي يهضر لي على العلمانيه ويروح يصلي الجامعة اكسترا، ومن بعد يحج من بعد يسرق ويحج اكسترا وهكذا دواليك، هذا واش نتعامل معاه انا.
وهذه الرصه بزاف بزاف في الجزائر هي شفناها وكاينين بزاف كاين بزاف اللي راهم يخدموا على اساس عندهم طوموبيلات لوكس كاين بزاف راهم يديروا في خدمه صغار وعندهم مش عارف القفازه هذه ما عرفني جابوها ولات ماشيه ولات الكذبه البيضاء ولات مش عارف انا الامور هذه في الجزائر زيد على ذلك تاع العلمانيه هي من الجزائريين اذا كانوا ضد العلمانيه علاش يعيشوا هنا في الخارج علاش يعيشوا هنا في كندا في فرنسا اكسيتيرا اذا كانوا خايفين من العلمانيه هم ديجا هما كيزوجوا يديروا اولاد هم يخافوا على الاولاد لان اولادهم يولوا في المجتمع اولادهم يروحوا لهم ولكن والله ما على بالهم اولادهم داير والله ما يعلموهم العربيه باش يصلوا بها اولادهم الصغار مساكن قادرين يعلموهم العربيه ويعلموهم الدارجه ويعلموهم هكذا ولكن ولده مسكين واش يقولوا يقولوا الاسلام خاف ربي ولده راح يتمتم كي العقون كيصلي ما يعرفش راه يقول المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومن بعد يصلي الله اكبر الله اكبر يروح يصلي والله ما على بالو واش راه يقول مسكين علاه لانه مو بيو حسدوه ومو بيو قاريين تجي انت تقول لي علمانيه نخافوا منها انا نهضر على 80% انا شفتهم هنا متحجبات والله غير متحجبات تهضر مع ولادها بالفرنسي بولحية ولادهم مع الفرنسي صغار بولحية معمرين هنا يهضر مع ولادهم بالفرنسي قليل عاشا انا متحجبات يهضر بالفرنسي تجي تقول لي خايفين من العولمه انا نهضر مش كيسع على الجزائريين في الداخل والخارج لان الجزائريين في الداخل هما اللي خرجوا للخارج في هذا الوقت الحالي هما اللي راهم يديروا في الحوايج هذه راهم تقريبا 80% وتجي تقول لي خايفين من العولمه وخايفين من اللايكيه وخايفين من هذه هذا برك تساؤل برك هذا ما كان تساؤل طرحته وقلته هذا ما باسكو مش منطقيه حاجه مش منطقيه زيد سمعت واحد الفيديو يقول لك ما نقسموش البلاد ولازم لازم فيدراليزم وماش هكذا حنا جهويه في الجزائر ما على بالناش بها ما نعرفوهاش داير حنا في الجزائر انا مقسمين في جهه الغرب وهرن اكسيتيرا وهرن ما عايشين لو مود دو في تاعهم ولا الهضره تاعهم العقليه تاعهم جيت باتنا وجيت الشرق سنتينا عندهم العقليه تاعهم عايشين هكذاك جيت القبيل تقبيل بكري مقسمين ماشي نهضر على العنصريه مقسمين اننا شايفين مع بعض في بعض اكسيتيرا مقسمه ورا المشكل هنايا لا بلجيك هذه كي راه استعمرها نابليون دار فيها حاجه مليحه قسمها دارها فيدراليه باش يتحكم فيها ولكن هو دار لهم حاجه مليحه طورها لا بلجيك كاع الدول الفيدراليه مطوره الالمان امريكان كندا غير فرنسا واش دارت راه دخلت دارت ليني اوروبيه فيدراليزم بطريقه اخرى لان يعني شفت روحها مش قادره تعيش وحدها اي واحد ما يبقاش يبلعط في روحه ويكذب وهكذا انا الفيديو هذه نديرها باش نقول للناس هذو اللي راكم تهضروا تقولوا فيدراليزم يقسم ولا لايكيه ولا هذه ولا هذه يا خويا راه الواقع شوف الشعب تاعك راه عايش في الجزائر شوف شصرا في وقت بوتفليقه شوف السرقه شوف هكذا شوف هاك شوف واحد يسرق من بعد يروح يهج شوف هذه شوف الناس الجزائريين راحوا ليترونجي كيف يهضروا مع اولادهم اكسيتيرا هملوا الدين تاعهم اكسيتيرا كي تشوفوا هذه الامور هذه وتناقشها وتعطيني الادله وتقول لي بلي الفيدراليزم مش مليح وهذه العلمانيه مش مليحه وحنا ما يلقوناش هاد الحوايج وحنا شعب الجزائر هكذا استعرب به تعطيني مبررات على واش راني نقول استعرب بك هذا ماك هذا الفيديو باش نخلي الناس يعاودوا يخموا يعاودوا يكونوا راسيونال يكونوا كما هنايا الناس يكونوا صح راسيونال متجذرين سما يكون منطقي براغماتي سما يكون انسان يعرف يجيب ادله ويهضر ماشي واحد بوله حيا نشوفو هنا يهضر مع ولادو صار بالفرنسي ولا متحجبه تقول لابنها اي سي لا ولا با اي سي لا كي راح يصلي مسكين هاكم نتوما ديجا ربي سبحانه ماك مش خايفين منه ولدك درت حاجه مش مليحه في حياتك ولدك ما علمتوش لغه القران باش يصلي بها تشوف فيه تمتم كي العقون وراك فرحان لا راك فرحان باسكو انت داير ولدك هذاك تستعمل فيه نفسيا برك باش كي تروح البلاد كي تشوف ولدك ديفيرون مع الولاد مختلف على الاولاد في الجزائر ويهضر بالفرنسي تتنفس وتحس روحك باللي راك سيبيريور هذا هو المرض اللي عندنا من بكري حنايا
المرض هذا مبكري في الجزائر. انا نطلب من ليزيميغري تاعنا نحو العقليه هذه باش الشعب الجزائري يبقى سواسيه. هذه العقليه هي اللي خلت الناس تهاجر والناس تهرب من الجزائر، الناس تركب فلوكه والله ما على بالو يغرق ولا ما يروحش، يلحق اسكو يلقى ما يلقاش، المهم زادم وخلاص. باسكو علاه تعدى عداوه الناس هذو عداوه. انا الجزائر، انا الجزائري في الجزائري في الجزائر شغل ذراعهم مكسرين، انا واحد منهم. ما عندناش كاع هذاك الطموح باش نخدموا ولا نفكروا ولا الكوراج هذاك باش نخموا باش نديروا بلادنا. حاجه اللي في راسنا التخمام اللي في راسنا هو نهربوا ونروحوا ليترونجي. علاه؟ لانها عدوى جاتنا من عند ناس كانوا في ليترونجي يجوا يزخوا علينا وندير الجنه يلهيه، سما تطلق ما في يديك وتطلع يدك في الغار. راكم فاهمين واش راه نقصد؟ هذه هي. لان الناس هذو كي يبداو يهضروا ولا يواسوا في الفيديوهات ويمدوا رايهم ديروا تحليل وربطوا بالمجتمع الجزائري والشعب الجزائري وش صرا كيف التخمام اكسيتيرا، من بعد طبقوها مع السعوديه، قارنوا السعوديه الاسلام الحديث ما اكسيتيرا عند العرب اكسيتيرا. شوفوا برك عند العرب هذو وين ظهرت مكه وظهر الاسلام اكسيتيرا، ماهمش يطبقوا في الدين كاع الحقيقه، ماهمش يطبقوا في الدين الاسلامي. حنا مسلمين نطبقوا الدين نعملوا، ولكن انا لا باش نقول الناس يفطنوا يعرفوا واش راهم يقولوا، هذا ما كان ماشي غير يهربط في حوايج وزادهم. هاي السلام عليكم ورحمه الله. تحيه الجزائر.